السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معاكم تشيز كيك بالشوكولات. اقتصادي، ما نحتاجو فيه لا زبدة لا كريم لا جبن، بمقادير سهلة. اول حاجة غادي نحتاجو صلصة باش نديروها مع بيمو. انا عندي هنا البسكويت، عندي 3 الباكيات، يمكن لكم تاخدوا الماركة اللي بغيتو. المهم بالنسبة للباكية كل واحدة فيها 85 غرام، انا عندي 3. وهنا عندي 3 ساشيات ديال الكاكاو المر، وعندي نص كاس فايت شوية ديال الزيت، فت شوية على العبار ديال نص كاس ديال الزيت، نفس المقدار ديال الحليب، وجوج معالق ديال السنيدة. اول حاجة البنات غادي ندير هي غادي نشد التراب، غادي ندير السكر، وغادي ندير الحليب، وغادي نضيف 3 ساشيات صافي البنات. وغادي نخلط هاد المكونات هي الاولى، عاد من بعد نضيف الزيت. صافي دابا البنات بعد ما تخلطوا المكونات الاولى غنبدا نضيف الزيت. دابا البنات انا الخليط حصلت على خليط كريمي كما كتشوفوا، عاقد وثقيل. صافي غادي نوضعو على جنب، غادي ندوز نحضر معكم الطبقه الاولى بالبسكوي. صافي البنات دابا هنا غادي شدي 3 الباكيات ديال البيمو، غادي نفرتها هكا عاد بيدي بحال هكا عشوائيا، لا منطقها بلا ما والو. صافي البنات بعد ما عرسنا البيمو ديالنا مزيان عاد يدينا حيدنا الطروفه اللي كبار، هذا كيولي على هذا الشكل هذا. صافي غادي نضيف ليه الخليط اللي سبق لينا حضرناه، دابا غنخلطو البيمو ديالنا مزيان حتى يتلبس بهاديك الكريمة كاملة، حسو بيه كامل يخزب. صافي هنا البنات بعد ما مرمت البسكوي ديالي مزيان فهاديك الحشوة في لاكريم، صافي حسينا بيه كلو فزف. غادي ناخد شي مول هكا شي كادر، انا عندي هنا كادر دائري، غادي نفرغ فيه البسكوي كطبقة اولى. صافي وغنحاول نبسطها. صافي البنات دابا بعد ما بسط الطبقة الأولى ديال البسكوي غادي ندخلها للفريكو، نخليها ترتاح واحد مدة 10 دقايق بينما نوجد لاكريم.
صافا البنات، دابا غادي ندوز نحضر معكم الكريمه. غنحتاج ليها 150 مليلتر ديال الحليب، غادي نحتاج فيها 3 معالق كبار ديال مايزينا، عندي هنا 3 صاشيات ديال الكاكاو، ومعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، عندي هنا 3 المعالق ما عامهاش بزاف ديال السكر، اللي بغى يضيف الحلاوه على حسب الذوق. وهنا عندي واحد مورسو كبير ديال الشوكولا، ما يعادل 120 غرام تقريبا ديال الشوكولات. غادي ندوز البنات نخلط المكونات، نضيف الحليب هو الاول، غادي نضيف معلقه كبيره ديال القهوه، غادي نضيف 3 معالق عامرين ديال النشا، ضروري غادي ندير المعالق ديال النشا عامرين باش تغير تجمع معاكم الكريمه. وغادي نضيف 3 ساشيات ديال صافي. في الاخير غادي نضيفو، انا هنا درت 3 معالق ما عامرينش بزاف ديال السنيده باش درت الشوكولاط بزاف. صافي غادي نخلط المكونات كاملين حتى يذوبوا، وغادي نديرهم فوق النار باش يغلي. صافي البنات دابا غادي نديرها فوق البوطه ونبقى نحرك مزيان، ما نغسلش عليه حتى يعقد الخليط. صافي البنات ها هو الخليط ديالنا بعد ما عقد مزيان، كنحسب ان الشكل ديالو القوام ديالو عقد. صافي غادي نحيدهم فوق النار، وغادي نضيف ليه داك المورسو ديال الشوكولاط، غادي نبقى نحرك فيه حتى يذوب. صافي البنات دابا انا ذوبت الشوكولاط مزيان في الكريمه ديال الكريم ديالي، خرجت البسكوي لا الطبقه الاولى من المجمد، صافي غادي نفرغها مباشره قبل ما تجمد. فغادي ما قبل ما تجبرد باش تشد لكم الشكل ديال صافي البنات. انا دابا فرغت الكريمه ديالي، غادي نرجعها عاوتاني دابا على الثلاجه، نخليها مزيان تتقبض في راسها وتبرد، وعاد ديك الساعه عندي في الطبقه الاخيره وهي طبقه الكراميل. دابا البنات غندوزو طريقه تحضير الكراميل. غادي نحتاجو فيها كمرحله اولى نص كاس ديال السنيده اللي ملعبه بكاس العنبه، ونص كاس ديال الحليب، غادي ناخذ واحد الكاسرونه وغنديرها، السكر ديالي يتكراماليزا حتى يذوب يولي على شكل كراميل ورجع معاك. فانا البنات ملي ما كنتسنى السكر ديالي يذوب كناخذ هنا كاس لارو ديال الحليب، كاس ما عامرش ناقص ربع كاس، كاس لارو ديال الحليب، كنضيف معاه معلقه ديال المايزينا، معلقه، وغنبدا نحرك فيه،
غادي نحطو على جنب هذا الحليب بوحدو. وعاد عندي هنا نص كاس اللي قلت لكم في الاول صافي، ها هو الكراميل اللي كيتكون. مره نحركو بحال هكا، نخليو مزيان حتى يذوب ونرجع نكمل معاكم. صافي دابا البنات بعد ما السكر ذاب ورجع على شكل كراميل وتاكدنا انه ما بقاش فيه الحبيبات، غادي نضيفو عليه ديال الحليب. نقص البوطة البنات وكنحركو، نتوما ناقصين عليه البوطة، نتأكدو ان ما بقاش داك الحبيبات ديال السكر. شو انت البنات مازال خاصو يذوب ليا داك الحبيبات ديال الشوكولاط. حبيبات عفوا ديال الكراميل سمحوا لي. نرجع نزيد شويه في البوطه البنات. صافي نلاحظوا دوك الكويرات بداو كيذوبوا. غادي نضيف خليط ديال الميزينا مع الحليب، صافي غنبقى نحرك فيه حتى نحصل على كريمة عاقدة. دابا البنات ها هو دابا حصلنا على كريمة ثقيلة، غادي نطفيو عليه البوطة وغادي نضيفو معلقة ديال الزبدة، نضيفو معلقة ديال الزبدة، غادي نبقاو نحركو فيه حتى يذوب. هذا البنات صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكريمة ديالنا لاصوص كراميل. هاهي وجدات، هذا هو القوام ديالها. صافي أنا وضعتها في واحد الجبانية وغنخليها إن شاء الله حتى تبرد، وغادي نزين بها تشيستيك ديالي. دابا البنات غا خديت لاطاغ ديالي أو تشيز كيك، غنحاول نحيد ليها الجناب، تجيني ساهلة أنني نحيدها. هاهو البنات الشكل ديالي بعد ما حيدت لها الإطار، تجي على هاد الشكل. دابا البنات دابا غادي نزينها بالكراميل. دابا البنات انا درت طبقه ديال الكراميل من الفوق تجي على هاد الشكل. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، ما تنساوش ابونا وديروا جيم باش نبقاو معاكم ان شاء الله ديما في الجديد. مع السلامة، حتى الفيديو جاي ان شاء الله.